نطل بكم خلال هذه الحلقة من نوافذ دمشقية على جبهات المرج، تقدم للثوار معجون بدماء القادة، قطع الأشجار في الغوطة، تكاتف وتقنين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مشاهدينا الكرام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية باستعراض أهم الأحداث الميدانية في دمشق وريفها خلال الأسبوع الماضي. الأربعاء، استشهاد طفلة وإصابة مدنيين معظمهم من الأطفال جراء سقوط عدة قذائف هاون على منطقة العباسيين. الثوار يقتلون 9 من عناصر الأسد خلال اشتباكات في جبهات منطقة المرج. 5 شهداء وعدد من الجرحى نتيجة قصف ميليشيا الأسد بلدة النشابية بقذائف المدفعية والصواريخ. الثوار يقتلون عددا من ميليشيا الأسد في جبهات دارية ومعظمية الشام بالريف الغربي. شهدان مدنيان خلال تعرض محيط طريق السلام بمخيم خان الشيح لقصف مدفعي من قبل ميليشيا الأسد. استشهاد مدنيين، أحدهما بسبب نقص التغذية والآخر بسبب فقد الدواء جراء الحصار في بلدة مضايا بمنطقة الزبداني. الخميس، اشتباكات بين الثوار وتنظيم الدولة على جبهات حي التضامن، والثوار يوقعون قتلى من عناصر التنظيم. الثوار يتقدمون في جبهات المرج رغم الغارات الجوية العنيفة على المنطقة. الثوار يقتلون ويصيبون عددا من عناصر الأسد في اشتباكات على طريق دمشق حمص الدولي. طيران العدو الروسي يرتكب مجزرة في استهداف سوق شعبي ومنازل بمدينة حموريا، حصيلتها 23 شهيداً مدنياً وعشرات الجرحى. الجمعة، الثوار يفجرون مبنىً تتحصن فيه ميليشيا الأسد على أطراف حي جوبر الدمشقي. استشهاد قائد جيش الإسلام الشيخ زهران علوش في غارة جوية روسية على جبهات المرج وإصابة عدد من مرافقيه. جيش الإسلام يتصدى ببسالة لمحاولة ميليشيا الأسد التقدم من محور تل كردي في الغوطة الشرقية. الثوار يقتلون عدداً من عناصر الأسد ويعطبون دبابتين على جبهات دارية ومعظمية الشام. الثوار يستهدفون بصواريخ محلية الصنع معاقل تنظيم الدولة في منطقة الضبعة بالقلمون الشرقي. السبت، الثوار يدمرون دبابة ويقتلون من فيها في جبهات منطقة المرج. 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات روسية وقصف مدفعي على أحياء مدينة دوما. استشهاد قائد الكتيبة الموحدة التابعة للواء شهداء الإسلام المعروف بأبو سلمو خلال معارك الجبهة الغربية لمدينة دارية. استشهاد مدني برصاص قناص خلال محاولته جمع الحشائش في بلدة مضايا بمنطقة الزبدان. الأحد، ميليشيا الأسد تقصف حي جوبر الدمشقي بقذائف تحوي مواد سامة. تقدم جديد يحرزه الثوار في جبهات منطقة المرج. غارات روسية استهدفت منازل المدنيين في حموريا وعربين، أدت لارتقاء شهيد وسقوط جرحى. الاثنين، الثوار يقصفون معاقل الأسد في جبهات حي جوبر بقذائف الهاون وصواريخ محلية الصنع. شهيدان مدنيان في دارية ومعظمية الشام جراء قصف بالبراميل المتفجرة والمدفعية الثقيلة. الثوار يحررون عدة مزارع على جبهات منطقة المرج. 6 شهداء وأكثر من 30 جريحاً نتيجة قصف ميليشيا الأسد لبلدة زبدين بصاروخ أرض أرض. صاروخ أرض أرض آخر تطلقه ميليشيا الأسد على بلدة جسرين يتسبب في ارتقاء شهداء وسقوط جرحى. وقد بث الناشطون خلال هذا الأسبوع مقاطع مصورة متنوعة للأحداث الميدانية والعسكرية، نتابع بعضا منها. يا رب
وللوقوف على تطورات الأوضاع في الريف الدمشقي ينضم إلينا من دوما مراسل قناة حلب اليوم منصور أبو الخير. منصور، بداية يعني أسبوع حافل في الغوطة الشرقية، ضعنا في الصورة العامة للغوطة الشرقية. نعم أخي الكريم محمد، الحملات مستمرة على الغوطة الشرقية، حملات عنيفة على الغوطة الشرقية تشهدها جميع مدن الغوطة الشرقية كما هو الحال في الغوطة الغربية. الأمس في الغوطة الشرقية 6 شهداء في بلدة زبدين وعدد كبير من الجرحى نتيجة استهداف البلدة بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الأرض. دوما أيضا قصف عنيف في راجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة استهدفت أحياء المدينة، بالإضافة إلى أن الغوطة الغربية تشهد أيضا حملة ممنهجة، أيضا غارات جوية على عربين، غارات جوية على منطقة المرج. الاستهداف كما أخبرتك ممنهج على هذه المدن بشكل مكثف. كنا في السابق نشهد حملات على المدينة داخل الغوطة الشرقية، مثلا دوما تشهد حملة مستمرة لأسبوع من الزمن، يوميا قصف عنيف مجازر، ثم تنتقل الحملة إلى مدينة أخرى في الغوطة الشرقية. اليوم جميع المدن الغوطة الشرقية تشهد حملة ممنهجة بالقصف، وخصوصا بعد اشتداد المعارك وتقدم قوات النظام على جبهة المرج. نعم، يعني من الملاحظ أن هذا الوضع يتوازى مع أيضا تقدم للثوار في جبهات المرج. نعم، بالأمس الثوار في جبهة المرج استطاعوا التقدم لعدة نقاط كان النظام قد سيطر عليها مؤخرا في جبهة حرستا القنطرة. تقدم الثوار بعملية إلى تلك النقاط. الجبهات مشتدة في جوبر أيضا، قصف من قبل مدفعية فيلق الرحمن على عدة نقاط، كما هو الحال في جبهة المعظمية الشام. معظمية الشام أيضا تشهد حملة ممنهجة بقصف البراميل المنفجرة والمدفعية الثقيلة، كما النظام يحاول التقدم. بالأمس القريب تعرضت معظمية الشام لقصف بالكيماوي بغاز الكلور ببرميل متفجر سقط على المعظمية يحوي غاز كلور. النظام خرق واضح للهدنة في المعظمية بقصفه لها والتقدم باتجاهها من عدة محاور. نعم، يعني بالعودة إلى جبهة المرج أخي منصور، حيث استشهد قائد جيش الإسلام الشيخ زهران علوش، هل رشحت لديكم أي معلومات إضافية حول هذا الاستهداف؟ طبعا الاستهداف كان استهداف ممنهج ومركز لقائد جيش الإسلام في جبهة المرج، كما أكد لنا أحد القادة الميدانيين الذين كانوا متواجدين معه وأصيبوا معه أثناء الغارة أن غارة استهدفتهم أثناء جولة لهم في منطقة المرج، جولة ميدانية للاطلاع على حال الجبهات، غارة جوية بأكثر من صاروخ استهدفت مكان تواجدهم هناك. استشهد على الفور الشيخ القائد زهران علوش في هذه الغارة وأصيب عدد من مرافقيه، كما استشهد مرافق له في هذه الجبهة. طبعا النظام يحاول من استهداف المركز لغرف العمليات للقادة العسكريين، الاغتيالات، كل هذا يحاول إضعاف الشعور أو إضعاف النفسي لدى العسكريين داخل الغوطة الشرقية وإضعاف الأهالي أيضا. نشهد اليوم النظام يسقط منشورات خلال قصفه للغوطة الشرقية، يعني دعنا نتحدث قليلا عن هذا الأمر. النظام يقصف الغوطة الشرقية ويلقي منشورات يقول للناس أن تعالوا إلى رشدكم أو عودوا إلى رشدكم أو عودوا إلى حضن النظام، يقصفهم بالطائرات الحربية ويلقي هذه المنشورات ويقول لهم تعالوا إلى النظام إلى حضن الوطن كما يدعي. هذه المنشورات يحاول من خلالها الإضعاف النفسي لدى الأهالي، إضعاف شعور العسكريين، بث الرعب داخل الأهالي، يحاول اللعب على الموضوع النفسي داخل الغوطة الشرقية. أيضا الاغتيالات، اغتيال أحد القادة البارزين، أحد أكبر الفصائل، قائد أحد أكبر الفصائل في سوريا، ليس في الغوطة الشرقية بل في سوريا كاملة، الشيخ زهران علوش، يحاول من خلاله إحراز انتصار. طبعا بالأمس القريب
حاول اغتيال قائد فيلق الرحمن بغارة جوية على أحد غرف العمليات في القدس الشرقية. استشهد قائد في جبهة النصرة واستشهد أحد أو أربع قادة في أحرار الشام. أخي منصور، فيما يتعلق باغتيال الشيخ الشهيد زهران علوش، شهدنا لاحقا انتقالا سلسا للقيادة، والنظام كان يراهن على زعزعة صفوف جيش الإسلام، أكبر الفصائل الثورية العسكرية في الغوطة الشرقية. كيف راقبتم هذا الأمر؟ طبعا جيش الإسلام هو مؤسسة عسكرية منظمة في داخلها، لا يستطيع النظام من خلال اغتيال قائدها أو أحد قاداتها هز كيانها. طبعا 4 سنوات من التأسيس لهذا الكيان، كيان منظم في داخله، لا يستطيع من خلال اغتيال أحد قاداته أن يزعزع هذا الكيان أو يحاول خرق في صفوفه. طبعا كما لاحظنا قيادة جيش الإسلام على الفور عندما تلقت هذا النبأ على الفور قامت بانتقال لقيادة جديدة الشيخ عصام الوضاني، أحد القادة العسكريين الذي يعمل من بداية الثورة أيضا في تأسيس هذا الجيش. طبعا كان يعتبر النائب لجيش لزهران علوش، النائب العسكري في جيش الإسلام، لم يتم التصريح عنه ضمن النظام التأسيسي لجيش الإسلام، ولكن كان يعتبر أحد أهم القادة المرشحين بعد اغتيال الشيخ زهران علوش. على الفور انتقلت القيادة إلى عصام الوضاني دون تأثر على جبهات القتال. بالعكس لاحظنا تقدم للثوار ومجاهدي جيش الإسلام على جبهة المرج وعلى جبهة جوبا. على الفور كان هنالك عملية نسف بناء في حي جوبا وتقدم لعدة نقاط في جبهة المرج، كما صد محاولة اقتحام من جهة تل كردي. يعني باختصار أخي منصور، وفي إطار استشهاد القادة في الريف الدمشقي، شهدنا أيضا استشهاد أبو سلمو القائد الميداني في دارية، هل من معلومات حول ذلك؟ المعلومات الواردة من هناك قليلة صراحة لسبب تواجد في الغوطة الشرقية، ولكن نلاحظ أن العمليات تزداد على القادة في الغوطة الشرقية وغيرها. كما أخبرتك لإضعاف الروح العسكرية لدى العسكريين ولإحراز انتصار في هذه من باب آخر، يعني الانتصارات على جبهات القتال كانت ضعيفة صراحة من قبل النظام. النظام يحاول تغيير النمط من خلال اغتيال القادة العسكريين، يعني لا نستطيع أن نوصفها إلا بمرحلة تغيير من قبل النظام. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر، مراسلنا من الغوطة الشرقية منصور أبو الخير، كنت معنا من دوما. يتكرر مشهد قطع الأشجار للتدفئة في أكثر المناطق المحاصرة في سوريا لانعدام الوقود وغلاء الأسعار. هذا الوضع في الغوطة ألجأ مؤسسات مدنية إلى التقنين الذي يلبي حاجة المواطن ويقلل من الأضرار البيئية الناجمة عن ذلك ويمنع الاستغلال الجشع للتجار. تقرير مراسلنا منصور أبو الخير من هناك. برد وحصار مع انعدام الوسائل وصعوبة التأمين وأيضا غلاء الأسعار. الحطب هي وسيلة الأهالي الوحيدة في الغوطة الشرقية لتأمين الدفء في ظل هذا الشتاء. اسم برد وكذا، ولا في متأمن إن لا حطب ولا شيء ولا شيء يتين، هذا اللي بدنا الله يفرج علينا. ولا تدفئة ما في شيء، يعني على شو مبني أمر التدفئة؟ على 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 الزل تبع الذرة وما ذرة وهيك شغلات عم نجيب من هالعراض تدفئة. غير هيك ما في، بس غير هيك ما في ذرة وإيش وهيك شغلات. قطع الأشجار بشكل عشوائي من قبل الكثير من العائلات المحتاجة تسبب بحرج كبير لدى المسؤولين داخل الغوطة الشرقية، فكان لابد لآلية عمل تتيح لهم إعانة الناس مع المحافظة على الغطاء الأخضر التي تشتهر به أرض الغوطة وتستفيد منه لكسر الحصار.
إن دخل هذا الشتاء القارص ببرده وشدته حتى غدت عوائل الغوطة الشرقية تفتش عن وسيلة للدفء، فلم تجد إلا مادة الحطب التي هي تعد مادة أساسية للدفء وأيضا للطبخ وللاستعمال اليومي. خلال السنوات الماضية بسبب الحصار الذي فرضه النظام على المدنيين في الغوطة الشرقية المحاصرة، استنزفت العوائل واستنزف الناس الكميات الزائدة من الحطب، ووصلنا إلى مرحلة القطع العشوائي للأشجار المثمرة والخضراء وما إلى ذلك، مما يهدد هذه الأشجار الموجودة في الغوطة الشرقية والتي تعد كمورد أساسي لأهلها في ظل هذه الأيام الصعبة التي تمر فيها الغوطة. ونحن كجمعيات إغاثية في الغوطة الشرقية نحاول مساعدة الناس في تأمين هذه المادة وتقديمها مجانا إلى الأهالي، لأنها حاجة أساسية وحاجة يومية يحتاجها الناس والعوائل في الغوطة الشرقية حيث لا يوجد البديل. مساعدة الناس والابتعاد عن العشوائية ضمن الأولويات لدى المؤسسات الإغاثية في الغوطة الشرقية. لقناة حلب اليوم، منصور أبو الخير. وللحديث في هذا الملف ينضم إلينا من الغوطة الشرقية الشيخ فاتح طبرنين، مدير جمعية عطاء الرحمن في الغوطة الشرقية. حياكم الله شيخ فاتح. أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا. شيخ فاتح، بداية يعني لو وضعتنا في صورة الوضع المعيشي عامة في الغوطة الشرقية في ظل الهجوم لفصل الشتاء على سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أخي الكريم، لا يخفى عليكم الحال الذي وصلت إليه غوطة دمشق الشرقية بسبب ممارسات النظام الجائر على المدنيين من الحصار والقصف اليومي والمجازر التي يرتكبها هذا النظام على أهلنا في الغوطة الشرقية، مما سبب معاناة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، معاناة في تأمين المعيشة الضرورية واللازمة والصحية للعوائل الموجودة في الغوطة الشرقية، مما يهدد بحالات إنسانية خطيرة. فالوضع في الغوطة الشرقية يتراجع في كل المجالات لأدنى مستوياته، حيث ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة الفقر والحاجة والعوز وغيرها من حالات التردي الإنساني، وهذا كله سببه النظام الفاجر في حصاره على الغوطة الشرقية وعلى المدنيين وعلى أهلنا الموجودين فيها. يعني شيخ فاتح، ما هي أهم العقبات التي تحول دون وصول وقود التدفئة إلى المناطق المحاصرة؟ طبعا أخي الكريم، العقبات كثيرة جدا، فعن العقبات حدث ولا حرج كما قيل. فالعائلة في الغوطة الشرقية تصطدم في كل يوم من أيامها بعقبات كثيرة، حتى غدت العقبات والعوائق من طبيعة العيش في الغوطة الشرقية. طبعا أهم هذه العقبات بالنسبة لتأمين الوقود، ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير وعدم توفرها بشكل منتظم، وقلة الموارد لدى العائلة في الغوطة الشرقية، مما يجعل التدفئة بالمحروقات أمرا مستحيلا. ولذلك لجأت الناس إلى مادة الحطب، وأصبحت تستعمل هذه المادة وتقطع الأشجار بشكل عشوائي، ومما يهدد الغوطة الشرقية وأشجارها. نعم، كيف نبتت فكرة تنظيم قطع الأشجار من قبلكم وتوزيعها بالمجان على أهالي الغوطة الشرقية؟ طبعا نشأت هذه الفكرة بسبب حاجة الناس لهذه المادة وبشكل يومي للطبخ وللتدفئة، ومع اشتداد هذا الحصار لجأ الناس مضطرين لقطع الأشجار والاستعمال الأشجار، وأيضا حتى في بعض الأحيان يعني لجأت إلى قطع الأشجار المثمرة والخضراء. لذلك بادرنا نحن، أطلقنا في جمعية عطاء الرحمن في الغوطة الشرقية حملة أدفئوهم، ونشطت كثير من الجمعيات والمؤسسات الإغاثية لتأمين هذه المادة الضرورية واللازمة بشكل يومي وتقديمها مجانا إلى أهالي الغوطة الشرقية.
نعم، رسالتكم في نهاية هذا اللقاء شيخ فاتح. رسالة واضحة جدا، وهي ندعو جميع الهيئات والمؤسسات الفاعلة الحقوقية وغير الحقوقية الناشطة في هذه المجالات لإنقاذ الغوطة الشرقية، خاصة قبل اشتداد هذا الشتاء الذي يعد شتاء باردا وشتاء قارسا في برده، فندعو الجميع لتخفيف المعاناة عن الغوطة الشرقية والنظر في حالها والضغط على هذا النظام لفك الحصار وإدخال المساعدات لنتفادى الحالات الإنسانية الحرجة التي يسببها الحصار ويسببها النظام بقصفه الممنهج واليومي على بلدات الغوطة الشرقية. ندعو الجميع إلى التفاعل مع الهيئة، مع الغوطة الشرقية، مع أهلها، وتقديم المساعدات اللازمة وضرورية لسد أدنى حاجات الفقير والمحاصر الموجود في الغوطة الشرقية. نعم، من الغوطة الشرقية الشيخ فاتح طبرنين، مدير جمعية عطاء الرحمن في الغوطة الشرقية، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا. ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية، على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية من فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.